بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيديو اليوم بعنوان فن الجرافيك. معروف إن فن الجرافيك له عدة مسميات في الوطن العربي، بين أربع مسميات: فن الحفر، الفن المطبوع، التصميم المطبوع، فن الجرافيك. ومعروف إن كلمة جرافيك كلمة أجنبية، أصلها بيكون مرتبط بكلمة جرافوس، وهي كلمة لاتينية الأصل بمعنى خط مكتوب أو مرسوم أو منسوخ، واللغات الأوروبية استعارت ذلك اللفظ ليطلق على كل رسم بخط منسوخ، ثم أصبح اسما عالميا لهذا الفن. كلمة فن الحفر فيها كثير من الغلط في مفهوم جماهير الفن التشكيلي. ليه؟ لأنها كلمة غير دقيقة ولها تأويلات عديدة تبعد كثيرا عن تعريف فننا القائم على الطباعة والحفر. على الطباعة والحفر بالأحماض والأزاميل، وكلمة حفر لا تعني الأمر كله من مراحل تحضير سطح طباعي لإنتاج عمل مطبوع. التسمية الثانية اللي هي الفن المطبوع برضو نجد إنه مفهوم غير محدد، يطلق حتى على طباعة النسيج أو أي شيء يطبع في أغراض أخرى. التسمية الثالثة وهي التصميم المطبوع، تلك التسمية تتصف بالشمولية ويندرج تحتها كل تصميم، سواء كان تصميما علميا أو هندسيا. والتسمية الرابعة نجد إنها أفضل المسميات لفن الجرافيك، وننظر لتلك التصميمات في اللوحات التي أمامنا، تصميمات ملونة فيها وحدة التكوين، وفيها تناغم الألوان وتنوع التعابير الفنية، فيها جماليات وفيها انطباعات وفيها تأثيرات وإيحاءات وفيها أحاديث بين المرسل وهو الفنان وبين المستقبل وهو الجمهور. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. ولقد اخترت في هذا الفيديو آخر لقطة لعازف الساكسفون.